ابن حافظ المنذري من تحقيقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله. كتاب الطعام وغيره. نعم. الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء. ومن ثلمة الإناء. الآن شوفوا الكاسات هذه يا إخواني، في كاسات تجيك وفيها إيش؟ وفيها كسرة هنا، مثل الكاس هذا، تمام؟ هذا يسمى ثلمة الإناء. هذا يقول لك لا تشرب منه، سبحان الله. لكن هل معنى ذلك لا ينتفع بالإناء ويلقى جميعا؟ لا، ما يلقى. اشرب من إيش؟ الجزء الذي لا ثلمة فيه. قال لأنه مكان الهوام، والطب يثبت الآن أن الشرب من ثلمة الإناء مؤذي صحيا، سبحان الله. يعني اشرب من الجزء الذي لا ثلمة في. إذا عندنا أربع ضوابط في هذه الترجمة، تعيد فضيلة البشمهندس، تعيد مرة ثانية. بالشمال، انتبه لهذا، الشيطان يأكل بشماله، فلا تأكل بشمالك. يأتي متنطع متفيهق مسكين يقول لك وليش ربنا خلق الشمال واليمين؟ اليمين كرمها بعمل، والشمال أمرها بإيش؟ بعمل، واحترزها عن عمل. الشمال لكي تزيل بها الأذى من بول أو من غائط أكرمكم الله، لكن اليمين لإيش؟ للأكل. هذا دين الإتيكيت. أنت ما تروح تقعد لي في فندق كده 5 ستارز، ها، ولا جلس لي على كروز كده ويقدموا لك كده الأكل وكذا، تقوم ماسك الشوكة بإيش؟ بالشمال والسكينة باليمين. لو جاء واحد يقول لك لا تفشلنا يشوفونك، انتبه إيش التكتيك يا ولد، هذا ما ينفعش هنا. التكتيك يقول لك تمسك الشوكة بالشمال والسكينة باليمين وتقطع باليمين وتاكل بالشمال، خرب بيتك، هذا تكتيكهم. أما نحن إتكيتنا يقول لك لا، إنك تأكل باليمين وتقطع، ما لا معنى تقطع بإيش؟ تقطع بالشمال، لا خلي قطع بالشمال، مش مشكلة، ما يخالف عادي، وكل بس أنت بإيش؟ كل بنت باليمين. فينظر الناس إليك، لماذا تخالفنا؟ قل لهم لأن ديني أمرني بذلك. فيقعدون يقرؤون يدخلون في الإسلام. والله يا أخوان، امرأة في موقع الشيخ المنجد، هذا موقع ماتع الإسلام سؤال وجواب، بدأ قبل 20 أو 15 سنة بلغة واحدة، الآن يصل إلى 12 لغة، منها الفارسية والصينية والكورية واليابانية، سبحان الله. جزا الله خير الشيخ، يعني من أول من غزا عالم الشبكة العنكبوتية، فجزاه الله خيرا وثبتنا وإلى وتقبل الله منه ومنه. شاهد سؤال تصفحته، أن امرأة نصرانية بريطانية قالت إني أعلم أن لكم آدابا في قضاء الحاجة، يعني أنا عارف عندكم آداب كده في الدبليو سي ودخوله، فممكن تقول لي شيئا منها؟ فلما علمت أسلمت. أي والله أسلمت بأداب قضاء الحاجة، شيء قليل. دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال. لما يراك أنت مسلم نظيف، مسلم مؤدب مرتب صادق، لا تفرك، لا تقعد تغش، لا تكذب، لا تدلس، فيعلم أن هذا الدين دين عظيم، فإذا بهم يدخلون فيه أفواجا. نعم، هذا النهي عن الأكل بالشمال. تفضل شيخنا. النفخ في الإناء. الآن بعض الناس لما يأتيه الطعام إذا كان ساخن أو الشراب إذا كان باردا، فتجده ماذا يفعل؟ انفخ للولد، ما تخلوش لسانه يتلسع، بعدين لسانه يتلسع وقاعد بقى تنفخ ده في الرز أبو لبن، ها، هو قاعد ينفخ ده، انفخ للولد أحسن، حيتلسع. الله يبعث لك حياة لسعك أنت يا أخي، تريحنا منك. الأمر بسيط يا أخي، أنت ما تقلب هنا وهنا لين إيش حتى يبرد؟ إن الله لم يطعمنا نارا، إنما كان يكره يشرب إيش؟ الشيء السخن، السخون الزائد المفرطة. برد له كده، هات بإناء فارغ وأقلب فيه لحد ما يأتي إيه؟ حتى يبرد. منه الآن السادة الأطباء يقول لك سبحان الله، إن في ميكروبات تطلع مع إيش؟ مع النفس. وسبحان الله الميكروبات دي بتأدي ما يسمى بالهاف لايف أو عمر النص جوا المعدة، سبحان الله.
تطلع كده مع الزفير وتنزل فين في الاكل او الشرب وتكمل الهاف تايم اللي هو ايش الهاف ايج عمر النصف تكمله فين في المعدة يجي له فيروس استومك وجرثومة معدة من ايه قاعد ينفخ كده زي قاعد ينفخ فنهى عن النفخ في هذا كله يسموه يا اخوان الميديس بروتكشن اوف ميديسين يا دكتور الطب الوقائي درهم وقاية خير من قنطار علاج ده كله يسموه الطب هذا نوع الان في كلية الطب يسموه الطب الوقائي دكتور طبي وقائي ده يعني يا جماعة الحقوا قبل يجيكم بلوة خلي بالكم يعمل كذا 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 عشان ما يجيلكش حمى الضنك عشان ما يأتيكش ايش المرض الفلاني فيروس للمعدة حتى لا يأتيك الفلو الى غير ذلك سموه الطب هذا كله الشغل ده شغل ايش الطب ايش الطب الوقائي لما انت الان زاك الله خير تزيل الاذى بالشمال وتاكل بالشمال ربما يعلق شيء من الجراثيم اللي انت ازلتها من البول او الغائط فتدخل فين في المعدة عشان كده قال لك لا يبقى اليد لها عمل واليسار لها عمل وكلاهما خلقهم الله وجعل لكل عملا ثالثا شيخنا من في السقاء ايوه طيب يعني في السقاء القربه ماذا قالوا قال ومنها الان قياسا البوتلز اوف ووتر زاد اللي هي ايش قاروره الماء قال لك يا اخي اذا كنت بتستخدمها لوحدك لا باس ان تشرب من فمها لين تستخدمها انت لوحدك لكن اذا بيستخدمها معك الجمع والاخرين الاخرون ها فلا صب في الاناء واشرب ما تشربش من فيه ايش من فيه السقاء الان يقول لك من احد اسباب الفيروس سي بينتشر عن طريق الميوكس اللعاب صح عشان كده قال لك ما تستخدمش حاجه بيستخدمها مين انسان مريض بايش بالاتش اي في او الفيروس اللي بينتشر عن طريق ايش من علمه عليه الصلاه والسلام الله يا اخوان احنا ديننا دين عظيم ما فرطنا في الكتاب من شيء نكر في سياق جملة النفي هذه تدل على العموم بس نحن ما نعرف الكنوز حقت هذا الدين لكي نسبر غورها ونستخرج جوهرها هذه المشكلة نحن ما نعرفين كنوز هذا الدين إلا الله عز وجل من بها علينا ورابعا قال النهي عن إيش أيوة ثلمة القدح يعني الإناء هذا اللي هو يكون الكسر اللي يكون فيه صغيرا كان أو كبيرا ما يطلع أحد اليوم يقول لك الشيخ قال كده قام يشيل كل الصحون اللي عنده لا هتالي الله يرضى عليك وترميها عاز أنا أقول لهم تتجربش من هنا لكن اشرب من الجهة الثانية واستفع بايش ببقية الإناء تفضل يا مولانا علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها أعوذ بالله نعم قال أشول الشيخ لا هنا الأشول يده اليمنى مقطوعة ولا باقية موجودة. لا نعم لا نعم خلي يكتب باليسار ويلعب باليسار ويكون حتى ديوغا أرماندو مكارونة لكن لما يجي باليمين يشرب باليمين ويأكل باليمين لا ما فيش ده الشيطان ده مسيطر عليه هذا ما ينفع لابد باليمين لا يجوز ولا عذر له في ذلك وإن رأيت ذلك في أبنائك تعلمه من البداية ولو أن تربط عند الطعام والشراب مبدئيا يده المريض الآن بيبطل يده ولا لا طيب ما تربط له يده مبدئيا حتى يأكل بيش وحبيبي احنا ما قلنا حرف الدال برضو معناها دلخ أحيانا مش شرط يعني مش كل مرة يعني هي تمشي بتكون دق ودلخ ودكتور أشياء كثيرة يعني تفضل يعني ما في بأس يا شيخ بالاكل الشوكه والسكينه مش مع تغيير ما فيش مشكله النبي عند الترمذي في الشمال احنا درسنا بما وجاء في اكل رسول الله فحز بالسكين حزا ما في مانع موجود كل بالشوكه والسكينه بس باليمين ايوه غير بس الشوكه بيمينك والسكينه بش ما فيش مانع ما لم يكن فيه تشبه هو اذا كان بيفعلها من اجل انه يتشبه بالكفار دي مساله اخرى فحرمته هنا ليس للشوكه والسكينه من يتشبه بش بالكفر اما اذا كان بياكل اكل عادي وكذا ما في مانع ما يمنع قال وكان نافع يزيد فيها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها ضعيف حقيقه هذا جاء مرفوعا من بعض الاثار لكنه ضعيف لكن يستحسن حقيقه انك انت اذا اخذت ان تاخذ بيمينك واذا اعطيت انك تعطي اي شيء اناء مال ودي اخلاق جميله هنا شفناها بصراحه يعني تلقى حتى لو ياتي ايده كده بالشمال ماسك يقوم بايش طيب انسان يقول ايدي اليمين فيها طعام دهن فيها شيء
ومسكت بالشمال ماذا أفعل؟ قلنا أن تتكئ بيمينك وتشرب. هنا النهي يزول. وضحت هذه؟ هنا النهي إيش؟ النهي هنا يزول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه. هذا الأمر يفيد الوجوب لأنه لا يوجد صارف صرفه إلى الشمال، لا يعرف صارف لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من تقرير النبي عليه الصلاة والسلام ولا من صفات أكل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل بالشمال هذه الأشياء. فهذا الأمر دل على الوجوب لأن ليس له صارف يصرفه إلى الكراهة. نعم. وليأكل بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفخ الشراص، فقال رجل: القذارة أراها في الإناء، فقال: أهلقها. اي يعني واحد يقول لك يا اخي طب انا بشوف في قذاره في الاناء، يعني في شيء كده ابغى اهفه عشان يبعد، فقال ايش؟ اهرقها، كبها يعني، وانتفع ببقيه الاناء. والان الحمد لله يعني ممكن في الاول ما فيش ادوات للازاله مع وجودها يعني، لكن الان تقدر تجيب ملعقه تاتي بشيء وتقيم ايش؟ بازاله هذه القذاره وتنتفع بباقي. ولما قصد القذاره ليست القذاره المستقبحه، يعني يقصد مثلا بعض الغبار نزل في ورق شجر الى غير ذلك. نعم. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. سبحان الله. شوف الآن تجد بعض من أيام سيدنا النبي وأيام الصحابة رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، تلقى في إنسان كده يحب إنه إيش؟ يجادل شوية. الأول قال القذارة، قال له أهرقها، قال لك طب أنا من الناس اللي ما يعني لا أروى من إيش؟ من نفس واحد. أيوة. قال: فأبني القدح إذن عن فيه. يا سلام يا سلام، يعني تشرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الشرب، احفظ يا أخوان، أول الشرب جالسا، وهذا ليس واجبا، فمن شرب واقفا فلا حرج، لكن الأفضل أن يشرب جالسا. الأمر الثاني أن يشرب بيمينه. الأمر الثالث أن يسمي عند الشراب. الأمر الرابع أن يشرب ثلاثا، يعني لا يعبه كما يفعل البعير قار 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 برا واحدة كده عامل زي الشيشة، يعني لا خلاص اشرب كده ثم تبعده عن فيك وترجع ايش؟ تشرب الثاني وتبعده عن فيك. هذا أمر وأفضل صحيا وشرعيا قبل ذلك. بس الرابع أو الخامس أن تحمد الله بعد ايش؟ أن تنتهي. هذه سنن في شرب الماء. نعم. بس ماء أو كل مرة لا من مرة الأولى. نعم، لأن الشرب ما زال متتابعا حتى تنتهي. نعم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ بالشراب. أي ثلمة الشيء يعني الكسر، الثلمة يكون في القدح، الكسر الذي يكون فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للصحن الإناء الذي يؤكل فيه، طبعا أنت النهي كان في الشرب وليس فيه، لكن يعني خدت لك لقمة وكده من الجزء المكسور ما في مانع. نعم. أي سيدة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. وابن حبان في صحيحه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من فيه سقاء، أيوة، فيه القربة أو القارورة. نعم. وأن يتنفس في الإناء. نعم. أو يجي كده عند البزبوز يقوم حاطط بقه فيه وقاعد يشرب، ما هو يدخل في نفس حكم إيش؟ فيه السقاء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى يعني أهنأ وأشبع للإنسان. نعم. فكلوا هنيئا مريئا. نعم. هو كده التنفس
معناه يتنفس في نفس ثلاثا، وضح الحديث الذي قبله لما قال لا أروى من إيش؟ من نفس واحد، فقال يعني اشرب ثم أبعده عنك، هذا معنى يتنفس يعني يبعده ثلاثا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية المقصود بها أن يشرب من فمها يعني. نعم. يعني أن تكسر أفواهها. نعم. تشرب منها. أحسن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا زيادة احنا ذكرنا أن يشرب في السقاء. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله. طيب صح الشفاء مشايخنا تفضل.